سماح. سماح يا كندا. مام. مام ايه؟ امي جبت لي خيار. خيار؟ خيار ايه؟ جبت لي الجلابيه. دي بتاعتك؟ دي بتاعتي؟ دي بتاعت امي من الدولاب، جايبها لك نضيفه. ليه جبت لي جلابيه يا مام؟ عشان تقعدي براحتك يعني وتاخدي راحتك في البيت. انا عندي لبس في الشنطه. والله ما انت فتحاها زي ما هي بقفلها. خدي دي مرحرحه وهتعجبك. مرحرحه؟ اه مرحرحه. اوكي. بقول لك ايه؟ تيجي الاوضه بتاعتي؟ الاوضه بتاعتك؟ ايوه الاوضه بتاعتي. ما انت في الصاله بتاعتي. مستغربه ليه الاوضه بتاعتي فيها سرير وفيها مفتاح؟ تقفلي على نفسك وتنامي براحتك وبلاش جو الافلام والاوفر دايما. شايفاني غلط وانا مش كده خالص. لا انا هنام على الكاوتش. ثانك يو برو. ايدك. انت هتلعبيني اكس او ولا ايه؟ امشي. يبقى البيت بيت ابونا والكنادين بتردونا. فين الحمام؟ ايه هترجعه ولا ايه؟ والله نضيفه. هلبس. اه طب تعالي هنا. نبي يا معلم عبيلي واديلي 2 كيلو طماطم بس نقعهم كويسين مش مفعصين. ها الو. اه استاذ اكرم احنا خلاص وصلنا. وصلتوا فين؟ اهو داخلين على شارع زلفكار، داخلين على رقم 5. طب حلو قوي، طلعهم يلا. بقول لك اطلع. لا انا ما اطلعش. اطلع والاقي البوليس؟ لا مش طالع. هو ينزل. بتقول لك يا استاذ اكرم هي مش هتطلع. تطلع تلاقي بوليس والكلام ده. لا انت اللي تنزل. يا مدام سميحة، يا مدام سميحة، الست مستنياكم. اطلعوا شقة 3 عبال ماجي، انا مش هتأخر. ماشي. انت باب سبعتها. الله يخرب بيتك، ده انت معدي. خلاص يا عم اقفل السكة، انا جاي. يا ساتر. والنبي ابو مكة الله يخليك، اوزن لي 8 كيلو بتنجان قلايط بس نقيهم عرايس والنبي عبال ما اجيب عيش من هنا. انت خايفة من البوليس؟ وانت ساكت. ده عرض الاسعار. تمام. اديها لجاكي قول لها تعملها شيت وتبعتها لي على الايميل بتاعي. ايه الايميل؟ samir@hotwater.com. احفظها. حاضر. ما بتحفظش ليه؟ هو ووتر في الكم. يس. سمير WC مياساعة.com. برا.